اول خبر معانا النهارده عن مواجهه النادي الاهلي لنادي سموحه النهارده الساعه 7 على استاد الاهلي والسلام، وده ضمن منافسات الجوله 9 من بطوله الدوري الممتاز، واللي كان الاهلي فاز في المباراه اللي فاتت على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء اللي جمع ما بينهم على ملعب الجيش ببرج العرب باسكندريه. بالتوفيق يا رب للنادي الاهلي النهارده وكل جماهيره، وان شاء الله المكسب يكون حلفنا. ان شاء الله باذن الله نفوز بالمباراه علشان نفضل متصدرين جدول الدوري.